مرحبا بكم مجددا. مواقف مختلف الكتل والأحزاب السياسية من مسألة إعطاء الثقة لحكومة الحبيب الجملي، شوفوا التقرير هذا ونرجع النقاش حول المسألة هذه مع ضيوفنا. أقل من 24 ساعة تفصلنا على جلسة التصويت على أعضاء الحكومة المقترحين لتكون الساعات القليلة القادمة حاسمة بشأن الحكومة المرتقبة. وقبل يوم واحد من جلسة التصويت تواجه حكومة الجملي مصير غامض بعد عزم عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية عدم منح الثقة للحكومة القادمة، فيما لا تزال بعض الكتل الأخرى متردة بشأن منح الثقة من عدمه. الكتلة الديمقراطية واللي تضم 41 نائب بين كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب كانت سابقة في إعلان موقفها منذ الشهر الماضي بعدم التصويت للحكومة القادمة والاستفهام في المعارضة، استنادا لما اعتبرته الكتلة عدم ارتقاء التصور العام للحكومة لمستوى التحديات المطروحة في البلاد. حركة تحية تونس قررت هي الأخرى التموقع في المعارضة والتصويت ضد حكومة الجملي، واعتبر النائب عن الحركة مروان فلفل اليوم هذه الحكومة خطر على الدولة، مشيرا لأن شروط الفشل والرغبة في التمكن من مفاصل الدولة موجودة. الدستور الحر اللي كان قاطع منذ البداية مشاورة تشكيل الحكومة ولم يشارك في مسار المفاوضات قرر أمس على لسان النائب في الحزب كريم كريفة عدم منح الثقة للحكومة المقترحة في الجلسة العامة المقررة غدا، وصف المشاورات بالانتهازية. نظرا لما اعتبروه غياب الكفاءة في العديد من أعضاء الحكومة المقترحين وعدم استقلالية معظمهم، قرر حزب الرحمة هو الآخر أمس في بيان صادر عن الحزب عدم التصويت لحكومة الجملي. وعلى عكس هذه الأحزاب اللي أكدت قرارها بمعارضة الحكومة المرتقبة لا تزال مواقف عدة أحزاب أخرى ضبابية ولم تحسم بعد. ائتلاف الكرامة قرر الإبقاء على اجتماع كتلته البرلمانية لمواصلة متابعة الأحداث في الساعات القادمة، خصوصا في ظل ما اعتبروه تطورات تفيد بخروج حزب قلب تونس من مكونات الائتلاف الحاكم، وهو ما قد يدفع ائتلاف الكرامة لتغيير تموقف المعارضة والتوجه نحو دعم الحكومة المقترحة. حزب قلب تونس وبعد تصريح رئيس نبيل القروي بأنه لن يمنح حكومة الجملي ثقة بسبب ما اعتبروه ضم هذه الحكومة لكفاءة نهضوية، على عكس ما أعلن الجملي أن حكومة كفاءة مستقلة. تصريح لم تمر عليه ساعات قليلة ليعقد الحبيب الجملي لقاء مع نبيل القروي لضمان أصوات 38 نائب، إلا أن موقف الحزب لحد الساعة لم يحسم بعد. كتلة المستقبل وبعد لقاء عدد من النواب المنتمين لها مع الحبيب الجملي لم تتوصل إلى موقف سياسي موحد لتتجه الكتلة نحو التصويت الحر حسب قرار كل نائب نظرا لتباين واختلاف المواقف. حركة النهضة يبدو أنها إلى حد الآن الوحيدة اللي أكدت قرارها بدعم حكومة الجملي والتصويت لصالحها غدا، تقديرا لما اعتبر القيادي بالحركة عماد الخميري تغليبا للمصلحة الوطنية اللي تقتضي تزكية الحكومة رغم تحفظات الحركة بشأنها ومطالبتها منذ البداية بحكومة سياسية. كل الفرضيات تبقى مطروحة قبل ساعات من عرض تشكيلة الحكومة على البرلمان اللي تبقى أمام امتحان صعب نظرا لرفض عدد هام من النواب التصويت لصالحها في جلسة الغد، رغم أن الجملي أكد أمس أن الحكومة مختارة من عديد الكفاءات اللي مثل ثلة من كفاءة تونس وفق مقاييس موضوعية، إلا أنه لحد الآن ليست هناك ضمانات فعلية لتحصيل الأغلبية المطلقة اللي تحتاجها الحكومة لنيل الثقة. مرحبا بكم سادة المشاهدين، رحب بضيوفي سي مصطفى بن حمد رئيس كتلة حركة تحية تونس، مرحبا بك سي منجي الرحوي عن الكتلة الديمقراطية، مرحبا سي منجي. سي مصطفى، النجم نعتبر الحكومة انتهى أمرها ولا مازالت الأمور غير واضحة المعالم بالنسبة لتضاريس التصويت متاع غدوة؟ لا انتهى أمرها بغض النظر عن نتائج الانتخابات. كيش معناها؟ كان مرت معناها مازال امرها قائم؟ لا، فين قائم امرها؟ حتى الناس اللي من المفترض انهم باش يساندوا قالوا عندهم اعتراضات وطالبين معناها باسماء تتنحى، وان ثم وعد ان بعد ما تمر هذا من طرف الحكومه امر غير جدي مهما كانت مآل التصويت، مهما كان مآل التصويت العمليه غير جديه بالمره، معناها ناس تتحفظ على اسماء وناس من المنطلق بدأت تتبرأ من الحكومة من أداء الحكومة. ومسألة التصويت راهي المناورات نتاع الساعات الأخيرة. إذن بالنسبة أنا بالنسبة أن أنت سقطت ولو مرت بالضبط. سي منشي، الكتلة الديمقراطية تقريبا كانت واضحة في مواقفها تجاه حكومة الحبيب الجملي، بناء عليه قصة نفترض سيناريو عدم مرور هذه الحكومة، هل تعتبر أنه البلد يعني قادر يتجاوز أزمة التشكيل الحكومي مع حكومة مقترحة كرئيسها من طرف رئيس الجمهورية؟
بالنسبة للسيناريو أنه تسقط الحكومة ونتاع داول السيناريو أنه رئيس الجمهورية هو اللي يعين الشخصية اللي راها الأكفأ لإدارة شأن البلاد، هذا في الدستور مفترض، معناها وهي حالة تنجم تقع وتنجم معناها واقعيا تقع، وتونس ماهيش بتحبس في هذا، لكن نحن ندركه وأنه اليوم من جويلية لتوا نحن في حالة انتخابية، من جويلية من اللي بدأت الإيداع الترشحات وحتى قبل بدأت تحضر الناس في القائمات حتى ونحن لتوا في حالة انتخابية اللي دامت برشا من جويلية لتوا، معناها اشترعها تقريب أغلب دولي بالدولة ما تصيرش بالنسق العادي والأحد بصفة بطيئة، حكومة تصريف أعمال منذ الإعلان على نتائج الانتخابات، فما تردد كبير، فما ارتباك كبير في مستوى حتى إدارة الشأن العام في كل مستوياته، في مستوى الرئاسات الثلاث ما فماش معناها فما شيء رابط بين الرئاسات الثلاث اللي يحدد توجه وصورة واضحة للبلاد، ما فماش حالة من الرؤية الواضحة، فما حالة من الضبابية. تقول لي أنت البلاد تحمل، أنا أقول لك تونس قادرة تحمل، معناها إذن الإدارة منعت تونس بعد 14 جانفي 2011، الإدارة وقفت تونس ومنعتها، في بلدان أخرى انهارت الدولة وتفكت وما لقاتش معناها إمكانيات لأنها تستعيد مؤسساتها، لكن هذا يتعب برشا، يتعب المواطنين اللي هما توا معناها ينتظروا، وينتظروا في حلول، خاطر المواطنين مش ينتظروا في حكومة بتجي، ينتظروا في حكومة بتجيب لهم حلول. ونحن كانت شهرين ذوما من المفروض وأنه النقاش يتم حول برنامج الحكومة وتعهدات الحكومة، إيش باش تعمل، ويتعمل الحوار وتناقش وتقدم رؤى، مش هاو باش نعلن اليوم، باش نعلن غدوة، باش نعلن بعد غدوة، إن شاء الله نهار الجمعة الجاية، نهار السبت إن شاء الله الجلسة العامة، نهار ثلاثة ونوخروها نهار الجمعة، معناها فما تردد، فما عدم جدية، وفما عدم اكتراث بأوضاع البلاد اللي هي أوضاع خطيرة على مستوى داخلي وعلى مستوى ما يتربص بناء على مستوى خارجي. إيش باش نقول لكم؟ نقول لك التوانسة قادرين معناها، ومؤسسات الدولة قادرة، مازال عندنا معناها لكن كيف الوضع تعب برشا، الوضع معناها يقول وأنه فما أوضاع ما عادش تتحملها الناس، جاعت رأي الناس، تعبت. أنا سيد منجي، الناس كل عارفين بالنسبة للتوانسة، نحكي على الطبقة السياسية اليوم، ما هي ضمانات أنه المرور لسيناريو حكومة يقترحها رئيس الجمهورية على مستوى رئيسها قادر يجنبنا نفس المطبات اللي عاشتها البلاد لثلاثة شهر في المشاورات، في التقارب بين الكتل، في الرؤية لهذه الحكومة، في تشكيلتها، في تحالفاتها، حسب رأيك هل هذا سيكون ممكن؟ ضمانات، أنا في رأيي كل واحد يلعب دوره توا، يلعب دوره كما يقتضيه الدستور. رئيس الجمهورية إذا تعدينا السيناريو أنه هو اللي يكلف الشخصية اللي راها الأكفأ، باش يشوف الشخصية اللي راها الأكفأ، طبعا باش يكون هذا في التشاور مع الأحزاب البرلمانية أو غير البرلمانية اللي يشوفها تنجم معناها تصلح، ولكن كيف يلزم ياخذ باعتبار المدة، يلزم في أقرب وقت معناها ذهاب تشكيل الحكومة، كيف رئيس الحكومة اللي باش يتم تعيينه يلزم ينطلق المشاورات تشاور مع الأحزاب البرلمانية أو حتى الأحزاب الغير البرلمانية اللي يشوفها تنجم تساعد في هذا، وطبعا الانطلاق في العمل معناها الضمانة ما فما حد شيء مضمون. بالضبط. معناها تقول أنت شنو هو الضمانة باش رئيس الجمهورية يعطينا الشخصية اللي هي والأقد اللي مش تلب. من المعقول هو هذاك في الدستور يقول وفي الوضع اللي نحن فيه في تونس توا تعرف الكتل متباعدة برشا، ما فماش تجانس كبير، دونك ياخذ باعتبار المعطيات هذيا باش يعطي ويقدم الشخصية القادرة تنجم يعني تجمع حولها توافق وتجمع حولها ما أمكن من كتل القادرة بالفعل تعطيها الدعم البرلماني الضروري لعمل حكومي مستقر عنده برامج واضحة في مدة نيابية معناها من المفروض يكون مستقرة. أنا دون خمس سنوات من المفروض، لكن من المفروض هاي. سي مصطفى، مخاض تشكيل الحكومة أعطى مخاض آخر على مستوى التقاربات السياسية اللي كانت غير منتظرة، بس تقلب تونس، تحيا تونس الآن، وتقريبا حديث عن إمكانية تشكيل جبهة
تضم أكثر من 76 نائب مع بقية كتل أخرى كما كتلة الإصلاح الوطني. ليندرا المسار هذايا بالإمكان الإعلان أنه مسار جدي وحقيقي ماهوش باش يرتبط بقصة التصويت مع الحكومة أو ضدها غدوة، وننتظروا أنه المسار هذايا سيدخل إن سقطت حكومة السيد الحبيب الجملي موحدا على مستوى الموقف السياسي تجاه مشاورات الحكومة اللي من الممكن أنه يكلف رئيس الجمهورية شخصية لتشكيلها. أنا حسب اعتقادي كما يقول المثل الفرنساوي الفو با سي فيت كري فيكتوار، معناها الجبهات لا تبنى على الورق، وجربنا الجبهات إلا تبنى على النوايا. الجبهات تبنى عبر مهام وعبر ممارسة، معناها مهم جدا غدوة ثم بوتنشيال، معناها ثم مجموعة تاع 76 نائب، معناها من ناحية الافتراضية أنه لو أنه يقدموا على خطوة كبيرة من هذيك بالطبيعة أنها مش تفتح على خطوات أخرى. ما الموضوع الساعة واللحظة اللي جمعت وانسى الكل هي أنا الشيء اللي طرى على على مسار تشكيل الحكومة هذا اللي قرب وغير الخريطة وقرب الناس لبعضها ونحى معناها بعض خلافات وبعض التناقضات وطرح على الساحة أن الأمر معناها جدي جدا وحرج جدا. نعم. احنا الأخطاء اللي وقعت الكبيرة النوعية اللي وقعت بها والأسلوب وقعت بها المسار هذايا أنا مش يوزن على المشهد السياسي برمته، سواء على المنظومة ولا على كامل المشهد. ايش تقصد في معناها المسار هذا مسار فيه أشياء غريبة وعجيبة. ايش معناها تقصد أنه يمكن يهدد منظومة كاملة؟ يهدد بالطبيعة. أنا وقت اليوم يجي حزب يعين واحد ومن بعد تقريبا يقول السيد تمرد عليه، من شكون الضمانة لتطبيق الإصلاحات وتحمل السياسات إذا كان الحزب اللي حطه يقول السيد هذا ما شاورناش، لكن بجاه ربي صوتوا فإني رحنا احنا كيفكم معنا اعتراضات، لكن المصلحة تقتضي وجود حكومة معناها قادرة وفاعلة وعندها تصورات وعندها حلول، هذه المصلحة اش تقتضي، مش مقتضي نحط حكومة بأي ثمن فهمني بأي طريقة، المهم نسدوا الفراغ. احنا ماذا بينا الوقت ضاع شهرين وثم تقلبات وتغيرات، وآخر معناها الوحدة الأخيرة الابيزود الأخراني تخرج لنا حكايات على أنه ثم انفصال ما بينه، هذا ما يزيدش يطمن. المسار هذا حط الأحزاب قدام مسؤوليات في الأمر هذا، محبذ جدا أن يحط مسؤولياتها على أن تتقارب أكثر وتتعاون أكثر وتحفر أكثر في مجالات أنها تبني قوة وحزام سياسي ما حزام معناها في المشترك مهم جدا، لكن الاختبار الحقيقي غدوة الكامل المنظومة السياسية والمصداقية هذه المنظومة، على خاطر ولينا لقطوا في الأصوات كنا نعملوا في انتخابات نتاع جمعية ولا نتاع كذا وفيديوهات هابطة وناس معناها قريب تتسول الأصوات، قلت له واحد نسمع أنا واحد مسؤول كبير ونائب كبير يقول رأي قضية المحبوس صوت على خاطر البلايك، ولينا نحفروا في أساليب وفي طرق بعيدة كل البعد على مسؤولية وطنية حقيقية. اللي يلزمنا حكومة اليوم قادرة، هذا الشرط، مش الشرط أن يلزمنا حكومة بأي طريقة بأي ثمن. وللوضوح التام معناها ظهر سي الحبيب إذا كان تصرف هكا في المسار هذا اللي هو المسار الأقل إحراج ليه والأقل أخف من أنه مش تحمل أعباء تاع حكومة تاع مفاوضات مع أطراف دولية ومع معناها أمور مالية وفي المخاطر تاع البلاد. اليوم الحكومة يلزم يكون وعي لدى الأحزاب، ولو أخطأنا لقع خطأ نتاع جهة معينة احنا مش نحاسبوا على الخطأ، احنا نحاسبوا على النتائج. بعدوا عليك قربولك عملوا لك بعدوا عليك أحزاب، بعدوا عليك السيد اللي انت اخترته وانت كذا، هذا ماشي مشكلة. في النهاية الوطن البلاد مش تدفع الثمن، واضح، مش على خاطر انت اخطات يلزمنا باي طريقه باي اسلوب نصلحوا الخطا بخطا. بالضبط. ماشي، انا نحب نسال السي مصطفى باعتباره رئيس كتله برلمانيه في البرلمان وازنه وحزب معناه حزب تحيه تونس،
الحزب اللي دخل في مشاورات يعني في مع رئيس الحكومة منذ البداية، رغم أن بعض الأصوات كانت تقول ومنهم يعني حتى من داخل حركة النهضة، نذكر زياد العذاري معناها في منذ انطلاق معناها منذ الإعلان على اسم حبيب الجملي، معناها الأصوات هذه كانت تقول أن الرجل ما هوش الشخصية الأكفأ والأقدر، ما هوش الشخصية القادرة على تشكيل حكومة، القادرة على إنقاذ اقتصاد البلاد، والقادرة على تجميع أكثر ما يمكن من الأطياف والأحزاب السياسية وغيرها. ومع ذلك قبلته بقواعد اللعبة، وكنت تعرفوا معناها كنت معناها تتشاوروا معناها يعني وتتقابلوا مع حبيب الجملي من جهة، ثم مع بقية الأطراف السياسية الأخرى، حركة الشعب، التيار الديمقراطي، وحتى حركة النهضة. اليوم كي نسمعك سي مصطفى توا تقول يعني احنا ما نحسبوش على الخطأ، وكأنك تلقى في التبرير لحبيب الجملي أو تلقى في تبرير للحزب اللي قيل أنه يتحمل المسؤولية الأكبر له، حركة النهضة يتحمل المسؤولية الأكبر في ضياع شهرين كاملين من المشاورات غير المجدية، وما تحملهمش مسؤولية في النتيجة اللي وصلنا لها. لا، حملناهم مسؤولية بالفعل سي ناجي. أنا قلت معناها يمكن أساءت التعبير، قلنا مش تدخلوا توا في مجال المحاسبة، حملناهم مسؤولية لما قررنا أننا نصوت الحكومة. هذا في حد ذاته تحميل للمسؤولية. وإحنا مسألة المشاورات ومسألة أن مواقفنا معناها تطورت ولا إنشاءتها تغيرت، هذا مبني على أن إحنا قلنا ما إحناش معنيين بتشكيل الحكومة، لكن في ظل وقتها معطى جديد مشاركة أحزاب كما التيار وكما الشعب، ما راوش مانع أن نشاركوا في حكومة إلا لها حزام سياسي واسع وحزام سياسي واسع. هذا ما تمشي. احنا وقتها غيرنا، مش احنا بركة غيرنا، المسار كله تبدل في وقت من الأوقات. قالت النهضة نفتح المجال ونعمل جبهة اللي تشارك فيها كل الأحزاب، ونحيد وزارة السيادة، ونعمل معناها رئيس حكومة مستقل، معناها جزء من الشروط على الأقل من اللي عملنا احنا حكومة مصلحة وطنية قربت ياسر بشروط اللي وضعناها. لكن تبين احنا تو وقت اللي يقول سي زياد هو حر فيما يقوله، ما نجموش نكتشفوا الراجل، احنا ما عندناش احكام مسبقه عليه. احنا من خلال معناها ما شفناه في من ادائه في تشكيل الحكومه، فهمتني؟ هذا اللي خلانا نوصلوا للحكم هذا اللي شهرين، هو الدستور يعطيه شهرين. هو ده الدستور يعطيه شهرين، حتى شهرين كملهم، لكن تحميل حركه النهضه المسؤوليه هذا بالفعل موجود. أما اليوم حركة النهضة وكل الأحزاب مطالبين إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ساعة اللحظة دي هي قضية إنقاذ، ما نخليوش ما نحولوش مسألة تشكيل الحكومة إلى أزمة مفتوحة. ونعرفوا إحنا في العديد من البلدان شبيهة ديمقراطياتها الهشة كيف نحن، أنه هالمسائل هذه قد معناها تتطور إلى أزمات مجتمعية أو انقسامات. ونشوفوا عنها تقريبا عندنا جزء أنظمة تشبهنا مع الفوارق في التركيبة الاجتماعية، التجربة اللبنانية والتجربة العراقية. وأحنا هذوما ثلاثة معناها نظام برلماني عربي إسلامي ولا شرق متوسط اللي نسميه لما تسميه، معناها برلماني خاص. هذا معناها نشوفوا احنا أن المنعطفات هذه قد تؤثر، ولذا اليوم مدعوين الكل مش تحملوا مسؤولية، مش من باب المنة ولا الهدية ولا المزية. اليوم قلت لها تصر أنت، قلت لها لاحظت بيديك وعينت أنت، قلت السيد هذا أنت حملته المسؤولية، أنت حطيته، عينت السيد هذا راهو هرب علي وراهو عمل القائمة من غير ما يرجع لي بالنظر، أما صوتوا له ثم التناقض. أنا ومن بعد كي يهرب عليك في السياسة في المواقف ولا في كذا، أنا صيف أنا باش نحاسب السي الحبيب ماهوش منتخب. ما رجعوا شكون؟ باش نتفق. إي أنا لا ما رجعوا شكون، قلت لها أنت تقول هرب علي قبل ما يبدا يمارس، تو من جهه انت تقول السيد هرب عليك، هي هذا هرب عليك في مساله تعيين الاشخاص ولا الافراد، هي من بعد في السياسات كي تقول له انت تقول له انت يمين يقول لك هو يسار ولا شرق ولا تقول لك هو غرب، ويقول لك انا مستقل ما عندي حتى التزام معك
ولا مع الأحزاب اللي يمكن تلتف حوله. معناها مسألة دي غاية الحساسية الأمر هذا، مش مسألة شخصية ولا مسألة حزبية ولا مسألة معناها هي مسألة اعتبارية ورمزية ما نجمناش احنا نظهر ولا فشلنا. لا، فما فشل، فشل الوضع وملموس. أنا كنت تسمح لي برهان سيلمونجي بيك خطر، حكيت على سيناريو ما يسمى بسيناريو حكومة الرئيس. علاش ديما السيناريو يعني تقريبا نفس القصة تتعاود، يعني قصة تمرد حبيب الجملي على الحزب اللي كلفوا بتشكيل الحكومة. السيناريو هذا شفناه قبل، صار مع حبيب الصيد، شفناه صار تقريبا مع بعد مع يوسف الشاهد. علاش ديما الخلاف يصير من بعد، يعني بين شخصية معينة ماهيش منتخبة اللي هو رئيس الحكومة والرئيس الشرعي المنتخب اللي يستمد شرعيته من الانتخابات؟ علاش ديما القصة دي تتعاود سموزي؟ يعني نعرف، يعني سألتك أنت بذات خطر أنت تقريبا من مجلس تأسيسي معناها وتقريبا وكبت معناها الحكومات الكل، معناها تتعاود نفس الصورة بصور مختلفة. لكن هو ماهوش سيناريو تمرد، هو سيناريو فشل، لأنه اليوم فشل نحن كما يقولوها تنقل فشل الخيار ولا فشل الحزب، فشل الخيارات. هضرنا احنا من 2011 توا في نفس الحكايات. ايش معناه؟ نحن طالبين حكومات تخدم باش تحقق نتائج في الواقع، تبدل بهم وتغير بهم حياة الناس، حياة الناس في كل واحد في وين هو موجود. المؤسسة تتطور والفلاح تتحسن أوضاعه والطبقة المتوسطة ترفع أمورها والفقير تتحسن أوضاعه والعامل فهمتي الله معناها ياخذ الأجر المنصف والعادل يا سيدي سويت. من 2011 لتوا نحن في نفس الحكاية، هاو مرة توافق، هاو مرة الاستقرار الحكومي، هاو مرة معناها رئيس حكومة مستقل، هاو مرة نعملوا معناها مسألة تتعلق بمرحلة انتقالية ونجربوا. معناها اليوم التوانسة في وضع من 2011 لتوا عنا ان فيكتور ديريكتور، عنا حاجة قارة فيها حزب حركة النهضة، وفي حركة النهضة فيها رئيس. رئيس هذا خرج مباشرة قلك من بعد ما عين حبيب الجملي، قال هذه الحكومة اللي باش تحصل على أكثر عدد من النواب من حوا الثقة في الحكومات اللي جت بعد الثورة الكل. الزنقة وقفت بالهرب. نحن اليوم 9 جام في غدو 10 جام في باش يتم التصويت. الحكومة توا اليوم ما عندهاش 109 نائب باش تتعدى بالمعدل. ما تراجعش المنجي. سامحني سامحني باش نقول لك. معناها وأنت في الكتلة الديمقراطية، معناها زوز أحزاب اللي شكلوا الكتلة هذه اللي هما التيار، يعني حزب التيار الديمقراطي والشعب، هما اللي دفعوا منذ البداية، دفعوا حركة النهضة للخيار هذا. علاش دفعوا؟ خيار الشخصية المستقل. يعني علاش علاش دفعوا؟ حركة الشعب والتيار الديمقراطي كان من وتحية تونس من هذا مجلس شورى انعقد وحطوا شرط بالكش حضر معاه وصوتوا معاه في مجلس الشورى. فما مجلس شورى انعقد في الخيار ما دمك تحكي عن الخيار. مؤسسات العهد سوبران ومعروفة وحدها لا استثير حتى حد، عندهم خياراتهم تاعهم في وسطهم. واختاروا الشخصية اللي ممكن هي تخدمهم في المرحلة ذي. ما كانش فما اتفاق ديجا، شفتوا انتم من اللي وتم معناها اختياره، ومن فما من غدوة فما شكون رفض قيادات معناها. أما رئيس الحركة قال دفعنا دفعا للخيار هذا. لا شوف شوف، هذه خيارات، فماش دفعنا دفعا. هذا أنت في مرحلة في استحقاقات كبيرة، يما تعمل حكومة ورئيس حكومة باش يعبر بالفعل على انتظارات التوانسة ولا على انتظاراتك انت الخاصة. ممكن الخاصة مش الحزب، ممكن الخاصة خاصة، بمعنى وانه اليوم الاختيار هذايا ماهوش قائم بالفعل على انه فما معناها يعني معقولية تاع اليوم. حتى وان كنت حزبك عندك خيارات معناها متاع كذا، اليوم البلاد راهي عندها حاجة اخرى غير خياراتي انا يلزمني نعملها. لا تعملتش على الأساس هذا، ممكن فيها جانب الخوف، وهذاك علاش مسألة وزارة الداخلية مسألة كانت عقدة
ما نعطيهاش لحتى احد، ناخذها كان انا ونعطي نحط فيها كان انا متاعي. النهضه حتى تنتاح في وزاره الداخليه، حتى ما ولاه نتاع الكرامه لا نتاع النهضه نتاع نور الدين البحيري وزير العدل كيف كيف. لا تقول لي لا معناها حزب اخر اقترحه ولا النهضه هي اللي حطته. وهذه ما مستشعرين خوف معين كان في وجوده في البرلمان ولا في تعيين الوزارات وكذا. اليوم هل انهم هذوما طرحين على رواحهم معناها بشكل معقول انهم يكونوا حل البلاد وقل حل ذواتهم الحزبيه؟ وقتها تولي في الخيارات وتصبح في الخيارات الخاطئه. تقول لي انت الحبيب الجملة يا اخي توا معقول واحد من مجلس الشورى يقول نحن كدنا نسحب منه معناها تعيين والا هو يخرج من بعد يقول انا باش نغير اشتفسر هذا يا سي المجيب ربي كيف تفسر هذا اش معناها؟ هذا فما تخبط فما ازمه ساعه في الحزب الفائز. ايوه واحد اثنين فما تغييب او معناها اعطاء اولويه لخيارات خاصه بعيدة عن الخيارات اللي تتطلبها المرحلة بتاع تونس. شو معناها شهرين؟ شو معناها شهرين وانت تفاوض؟ حط لي هذا نحي لي هذا، حط لي خلي لي وزير الاتصالات، خلي لي حط لي وهذا وزير معناها منعرفشنية شباب والرياضة باش يطلع الاخر من نابل خاطر هي فهمتي لا متغشة وحط منعرفشنية مش هيك. معناها فما عبث، والعبث أساسا معناها متمثل في القيادات وفي في 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 نقولها بشكل واضح. معناها اليوم تونس تعاني مناش مره تحرير المبادره ومره الجيش ماهوش مضمون ومره الامن مش مضمون ومره فهمتي الله قد اموركم ومره توافق ومره حكومه الاستقرار. حزب قلب تونس تفاوض على الاساس هذا. أمه الأساس على الأساس اللي كنت تحكي فيه معناها يعني حط لي اعطيني وزير هنا اعطيني وزارة هذه اعطيني كل واحد تحمس تقريبا نحكي. أنا نحكي على الحزب الفائز اللي مسؤول عليه اللي هو مسؤول على تعيين الشخصية واللي يعطيه ديريكتيف يكون 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 معناها متفق معاه ويكون فما معناها حالة من الاتفاق الأدنى اللي يربطهم فيه الأخلاق وفيه السياسي اللي على اساسه انت وين ماشي مش باش تعمل لي حكومتي لي انا ولا ماشي باش تعمل الحكومه اللي اليوم باش تغير اوضاع التوانسه. سيد منجي نهار 8 جانفي هذاك علاش هو في الاخر سامحني معناها فما نوع من الفلته معناها فما نوع من الخروج على الطريق. الجمله فد عمل لك قال يا خويا فكر 8 جانفي باش نعمل الناس باش نعمل حكومه ما فيها حتى حزب وما فيها حتى كذا وما نجمش على خاطرك عد في يعني المقايضة تتعدى ما تتعداش عندك كذا ونحن في الوضع هذا بالذات 8 جانفي منجي رحبي سامحني سامحني في نفس السياق لأنه من المعقول غدوة عنا تصويت والحزب الفائز يعقد مجلس شورى استثنائي ما يعرفش يصوت له ولا يشوف روحه عبث 8 جانفي قلت انت راشد الغنوشي سيتخلى على الحبيب الجملي مثل ما تخلى على عبد الفتاح المورو وتحدثت عن قصه ورثه وتوريث وهكا يتعاملوا داخل الاحزاب وختمتها ايضا ملتقانا في الشارع نهار 14 جانفي هذيك قلتها من قبل المره الثالثه في نفس فوالا بالضبط مازال دعوتي لملتقانا ان شاء الله نهار 14 جانفي خلينا نبداو بقصه قبل ما نتقابلوا في 14 جانفي عادي جدا العباد تهبط وتمشي لشارع بورقيبه اما قصة انه راشد الغنوشي لديك القناعة انه سيتخلى على حبيب الجملي مثل ما تخلى على الفتاح عبد شوف المرور. هي هو معناها سيناريو عناصره ظهرت سيناريو سقوط الحكومة بدأ يتضح ونحن نعرف اللي سقوط الحكومة يعني انه النهضة باش يعني تاخذ صدمة وحدها كما صار في الانتخابات الرئاسيه، الانتخابات الرئاسيه عنده مرشح عبد الفتاح مورو وظهر اللي هو طايح في وسط الانتخابات نهار الانتخابات تخرج حركه النهضه اللي نحن نساندوا قيس سعيد. من بعد في الدوره الثانيه ساندت قيس سعيد وهي ماهيش مقتنعه به. بمعنى وانه ونحن نعرفوهم في المجلس وين فما قانون اللي باش يتيح لهم ينسحبوا يرفعوا الجلسه يقصوا التصويت. ما همش قادرين الاستيعاب الهزيمه، ما همش قادرين على الاستيعاب، وذي في علاقه بالديمقراطيه راهي، لانه يعني الديمقراطيه
تكون فيها قدرة على تحمل الانتصارات كيما الهزائم، مش قادر ومش مستعدين يتحملوا يعني هزائم. وفي هذا خطتهم ومن السيناريوهات المفترضة أنه يسحب تكليفه لجملي، وإلا يقول مانيش باش نصوت له، وإلا موجودة معناها سيناريوهات اللي تجنبهم أنهم يكونوا في مواجهة هزيمة كبيرة. النهضة حسب رأيك باش تخرج خاسرة بعد هالامتحان اللي ممكن تسقط فيه؟ بطبيعة نحن ما نحبوش نستبقوا حد شيء، وكما قال سي مصطفى كل شيء ممكن غدوة وطبيعة التحالفات والمناورات، لكن لو سقطت حكومة السيد الحبيب الجملي، يعني بالنسبة لمنجي الرحوي وما يمثله من رمزية سياسية متاع المعسكر المعادي لحركة النهضة، واللي يعتبر أنه حركة النهضة حجمها السياسي ما يلزمش يكون بالطريقة الطاغية اللي موجودة عليها في البلاد اليوم منذ سنوات، هل تعتبر أنها باش تكون ضربة نوعية منجي الرحوي؟ أنا بالنسبة لي أنا بقطع النظر على أنها تكون نوعية ولا كمية. تونس خاسرة التو، وخسرتنا النهضة في شهرين من أكتوبر ثلاثة شهر، والتوانسة ينتظروا في حلول كبيرة. بعد كل واحد عنده رصيده، اللي الرصيد الانتخابي طبعا، رصيده السياسي كذا، كله فهمتي معناها التوانسة باش يحاسبوا عليه وباش يقيموه. باش نستبق كان على أساس وأنه باش يكون، بالنسبة لي أنا نعتبر اليوم الانتخابات اللي وصلتنا الحزب فائز كلف شخصية خسرتنا في شهرين، مضنين متعبين للتوانسة في أشد الحاجة لأنه تكون عندنا حكومة قادرة عندها إرادة عندها الرؤية وفعلة وتذهب مباشرة لحل مشاكل التوانسة، خاصة وأنه عندنا مخاطر خارجية طبعاً تتهددنا. تتهدد البلاد. سي مصطفى البارح سمعت أكيد كفاعلين سياسيين دعوة رئيس الجمهورية لتغيير الدستور. تغيير الدستور تزامنت معاه في نهاية الأمر، ولات كل السيناريوهات ممكن اليوم أمام تعطل مسار تشكيل الحكومة بما فيها الانتخابات السابقة لوينها. كله ممكن إذا كان سقطت المرحلة الأولى تنجم حتى المرحلة الثانية. قاعدين نسمع تو تتهاطل بعض مواقف الأطراف السياسية يقول لك زاد حتى احنا حكومة الرئيس ملا سنكون ضدها. قصة إعادة صياغة قانون انتخابي جديد للبلاد مازال مطروحة على الأجندة بتاعكم؟ لا بالطبع، معناها القانون الانتخابي كنا معناها عملنا بعض فصول، وتعرفوا أنتم الظروف اللي تمت فيها، ثم القصة اللي تبعت مسألة بعض معنا بعض فصول من القانون. طبيعي أن القانون الانتخابي فيه الكثير من الهنات ويستدعي المراجعه بنفس الصيغة اللي قدمتوها ولم يمضي عليها رئيس الجمهورية. يستدعي المراجعة هذيك جزء، الصيغة هذيك جزء، معناها مثلا يلزم مراجعة إعادة القانون هذا على الطرد ونقشته وياخذ وقته. عملية مش عملية سهلة، لأن حتى الصيغة المقترحة الأخرى أنا نقاشها ثم واجهها في أن ما تمددش العملية مش بالبساطة هذه أنه مش نجلو على الفلسة مش نقاو القانون المثالي، لكن الهنات والثغرات اللي في القانون هذا وجب اليوم طرحها. مسألة الدستور مسألة ثانية هي أنه احنا ثم أصوات ارتفعت وقتها هزها الحماس، الإلغاء ما بين ظفرين النظام الرئاسي أو ما يسموه الرئاسة، ونعرفوا الحماس والحجج اللي تقدمت في الأخر معناها ملاحظة عامة. ايضا العمليه هذا مش سهله، وانا نستغرب شويه خطاب سيد الرئيس اللي هو معناها استاذ قانون دستوري. نعم، ويعرف مليح ان الدستور ما تغيرش بالخطب او لكن من حقه انه يفصح عن ارادته ورؤيته، من حقه هذا بعد مشروع انه يغير الدستور. من الافضل فتح حوار، ما يكونش الدستور طرح الدستور من جديد هي اعاده شق الساحه السياسيه التونسيه، عمليه ماهيش بالبساطه. لكن اليوم في النظام السياسي واضح وبالمكشوف إلا فيه خلالات كبيرة، فيه ثغرات كبيرة ياسر، فيه شروخ حتى، معناها دواليتي نتاع دي بوفوار. هو ثم واحد قال لي سون بوفوار ارتي البوفوار، من فينا الماء جينا احنا للصراع للسلطة بالضبط، معناها لا احسمنا الامر أعطينا رئيس الجمهورية، أعطينا سلطات تامة ولا عند رئيس الجمهورية الدفاع والخارجية، معناها نظرة على الدفاع والخارجية مش أمر بلاين، النجم يدخل المجال الحكومي. وكنشوفوا اليوم في مسار تشكيل الحكومة أعطيناه في بلان بي إمكانية أنه هو يكلف رئيس حكومة. أي زيادة على ذلك، إحنا حسمنا الأمر، جبنا نظام شوية بريكولي
معناها مركب مركب شويه. رضينا من هنا جماعه البرلمان يعطينا البرلمان اعطينا سلطات ايضا البرلمان اللي ما فيهاش فائده. هذه مساله انه في التحويرات وفي تعيين الوزارات وفي الاسماء شيء من رأينا مهمه البرلمان ما مش معناها الامور هذه الكل تقيم لكن مش في الظرف هذا بالضبط. ليس في الظرف هذا ما يجبش خلط معناها ما يجبش احنا نجي ونقولوا اليوم على خاطر عجزنا باش تشكل عجز حزب من الاحزاب الحزب الاول بالشكل الحكومه طول ننزلوا على الفلسه او ندخلوا في مسار اخر تغيير الدستور. اليوم علينا نكملوا احنا نحترموا الدستور الحالي فني وشنو هالجزاعب كله المشرع ما قرا بحسابه قرا بحسابه الا قد الحزب الاول يفشل في تشكيل الحكومه بالضبط. وهذاك علاش معنا عمل من باب الاحتياط عمل انه فتح المجال باش يعطي اكثر ما يمكن وقت على ان ما ندخلوش في ازمه سياسيه مفتوحه وان ندخلوا في فراغ ولا في مغامرات اخرى بالضبط. انا اعتقد طرح سيد رئيس الجمهوريه هو طرح معقول لكن الاطار مهم جدا اطاره ماهوش الشارع لان احنا شفنا على تدخل الشارع وضغط الشارع على فيما يخص الدستور الاول ايش عطى اطاره هي المؤسسات هي الجهات المختصه والراي العام والشعب يكمل من بعد بالاستفتاء ينجم اداره مش الشارع مش اداره الخطب الحماسيه ولا انه ثم دستور يكتب الدستور كله حد الان مش دستور يكتب على الجدران الدساتير نتاع العالم الكل تكتب على الورق واحنا ماذا بينا دستورنا ايضا يبقى محفوظ في مكانه عندها قدسيتها عندها رمزيتها محفوظه على الورق لكن مساله الطرح هذه معقول جدا نتناقشوا كل شيء. سي مصطفى في يتعلق باللقاءات اللي صارت بين يوسف الشاهد رئيس حزب تحيا تونس ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي يعني معناها لقاءات جات بعد معناها عداوه وخصومه واتهامات ويعني حرب كلاميه دامت يعني اشهر طويله وحتى القانون مشروع تعديل القانون الانتخابي اللي كنت تتحدث عليه اونتراتر معناها من بين فصوله جات معناها سور مزور لاقصاء نبيل القروي وحتى وبعض القراءه هذه اي قراءه لكن في نهايه المطاف معناها كانت صحيحه. يعني هل هي مصالحه بين زوز اشخاص والا مصالحه بين زوز احزاب وشو هو اللي تفعلها المصالحه هذه يعني شو ثمارها؟ يعني باش تستمر المصالحه هذه حتى بعد معناها سقوط الحكومه هذه ربما او خليني نقول بعد جلسه التصويت بعد باش تقعدوا مع بعضكم في الطاوله والا تنتهي المصالحه بمجرد يعني سقوط الحكومه؟ هي ثم شيء جاوبك عليها يوسف مباشره. انت رئيس كتله لا هو ثم لا لا شوف انا قلت ومانيش متراجع مع على اقوالي قلت لم يقع استشارتك وقلت ما قلت شيء قلت ما نعطي حتى موقف للقاهر اي لا لا انا قلت ثم اشياء تحدث كما في الحياه لكن انا ما نراش علاش زوج سياسيين ما يتقبلوش ما يتحطوش مع بعض هذا مبدا عندي. لا اذا كانوا سياسيين ما بينهمش يعني حرب كلاميه كبيره اي انا الحرب الكلاميه ينجموا يتقابلوا الحرب الكلاميه من الافضل فهمتني من الافضل انه حاجه باهيه وايجابيه انه انا حتى ولو متخالفين ولا متخاصمين انا زوج احزاب برلماني كنت على علم بلقاءات مصطفى لا انا قلت لك لا انا قلت لا انا اللقاء تم بعد وقع اعلامي وقعك اعلامي بالتفاصيل وبالحيثيات نتاع اللقاءات وما من الاول انجز ما نخبيش عليه قلت لا على المليل ولو شاورني راني نقول لا علاش؟ على خاطر ثم انا امور لازم تحط تحت المجهر من نوع شنو؟ نشرعوا الخلافات اسباب الخلافات العميقه اسكو مش تزول مش تبقى مش ظرفيه مش ظرفيه وهذا يتناقش في الاجتماعات معلش علاش ليه لو شاورني راني نقول لا المهم تجاوزناه وفي السياسه تقع هذا انا وقع زوج لقاءات مسألة قلب تونس وتركيبة تحيا تونس ما مش بعيد على بعضهم راهو في الأصل لو أن نتمعن أكثر معناها تقريب جايين من نفس السلالات بصفة عامة
سلالات نفس الجينة السياسية من نفس الجينة من السلالات هي متعدد السلالات الدستورية الليبرالية الوسطية الواحد تقريبا كل الناس هذه كلها خدمة مع بعضها في الكثير من الأطر. أنا من المنطقي ومن المعقول أنه من الناس هذه ترجع تتحدث مع بعضها مهما كانت الخلافات اللي صارت ما بيناتهم. أنا مراش معناها كما قلت لك احنا في كورسه. يعني هل هو لقاء المصالحه ولا لقاء المصلحه؟ يفتح هو المصالحه والمصلحه ما فيهمش تنقص. هي المصالحات تقع من اجل المصلحه. اما شنو هي نوع المصلحه؟ اذا كان المصلحه الوطنيه شنو حسب رايك المصلحه؟ والله المصلحه المشهد السياسي ثم اللي احنا شويه تخافلنا ثم طرف خذا اكثر من فرصه كان يتحدث عليه وطرف حركه النهضه باش يتغير تغير على الاقل يغير ادواته واساليبه. لكن هذا الطرف كل مره تتاح له الفرصه يعود لنزعه التغول والهيمنه والتمكين. لا 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 نسمي تفضل الاسباب اللي دفع فابني وشكون يدفع الثمن ديما؟ بقيه العائلات السياسيه من اقصى اليمين الى اقصى يسار. بقيه العائلات السياسيه الكل تدفع الثمن. وفي الاخر معنا شفنا احنا النهضه مشات من الاول في اتجاه التيار واحزاب ثوريه بخطاب مش بعد ثم بعد عرجت على قلب تونس فهمني ومعنا قاعده هي تتصرف بالمرتاح نظرا اللي كانها متني على ان الخلافات هذيك لا تحل ما بين الاحزاب هذيك على الاقل من الناحيه هذه انه تعطي نعيدوا صياغه التوازن على الاقل نحى الخلافات ونتعاونوا نبحثوا احنا موقفنا هو مش نصوتوا هما احرار بالطبيعه مش نحترموا اي قرار يصدر عنهم هما احرار في موقفهم اما احنا نبحثوا ومن مصلحتنا ومن مصلحه تونس ومن مصلحه كل الاطراف السياسيه المجتمعه ومهما كانت خلافاتها وحتى لو تبقى معناها تسير خلافاتها بصفه جانبيه انها تلتقي في ما فهم تقول لي من بعد مش يصير اذا كان ممكن يفتح على اشياء اخرى ما حبش نستبق استبقنا برشا مرات وشيء ما تحققش هنا نحبوا نسيروا معناها خطوه اللي تقال في الكواليس اون نافيغا فيو اللي تقال في الكواليس في مصطفى معناها يعني في كواليس تحيا تونس انه معناها الالتقاء مع نبيل القروي يعني بمثابة الحربوشة المرة اللي ما يسالش معناها خلينا نبلعوها ومن بعد يعمل لها دليل يعني بعد جلسة التصويت والخيار هذا جاء معناها أنا نسألك علاش هل المراوحة من معناها تنسيق وتشاور مع حزب التيار الديمقراطي وحتى حركة الشعب بدرجة أقل إلى معناها تغيير بنسبة 180 درجة إلى الالتقاء مع الخصم والعدو اللدود خصم الأمس. هو من حبتش كلمة عدو ما فهمش عدو. خصم الأمس يا مصطفى أنتم معناها قلب تونس يعني. من غير ما تنزعج خصم. لا لا مانيش منزعج مانيش منزعج. اللي هو خصم. أما أنا نوصف فيما وقع. لا توصيفك دقيق لا احنا عندنا خصومة مع قلب تونس. وهالخصومة هذه ما لازمش تبقى أبدية وأزلية لمصلحة الحزبين ومصلحة تونس. نظرا لعدة معناها مشتركات ما بين الحزبين خصومة باش تبقى أبدية أزلية أو لن تبقى لا قلت لن تبقى معناها من مصلحة تونس أن لن تبقى مش تبقى أزلية أبدية معناها نوع من ضرب من ضروب معناها مناقض للعلوم السياسية كي نقول تبقى ما ثماش عدو دائم وما ثماش صديق دائم حتى ولو كانت الفاتورة يعني حصول انقسام داخل كتلة قلب تونس احنا ما ندفعوش علاش تقع هما عندهم مؤسساتهم ويقروا في مؤسساتهم راش بينا احنا كنا دائما منسجمين في مواقفنا قلت لك انا مثلا موقف من الواحد ماشي حتى حزب عنده انسجام مطلق شكو خلافات ساعات خلافات قويه هذا شان داخلي بالنسبه لنا نحترموه كل تونس يحل الخلافات وعنده نظام الداخلي وعنده قانون هو يحل خلافاته احنا ما ندفعوش احنا غايتنا ماهيش نعطوا خلافات ما عملناش المناره باش نعطوا خلاف احنا خذينا موقفنا
وناقشنا مع بقية الأحزاب. احنا توش قربنا سي المسلم من الجبهة، مع الجبهة كانت عندنا مصادمات كبيرة، التقينا في العديد من المواقف. لا ما يذكر منيح هو في القانون الميزانية في الوقت في الفصل قرار ضريبة على البضائع التركية وقعنا في مواجهة تقريبا كل المجلس تحت معناه الأطراف السياسية تلتقي سعد الظرفية وسعد تلتقي معناه استراتيجيين. سي مصطفى، ما قصة أنه هذا الكل معمول بخصوص الإبقاء على حظوظ يوسف الشاهد في إمكانية ترأس حكومة يقترح قيس سعيد رئيسها؟ التدوينة اللي هبطها يوسف الشاهد شنية دلالتها؟ ولا يندرى السيناريو هذا مازال مطروح بالنسبة ليكم ولا؟ ما هوش مطروح بالمرة، وسي يوسف بدد كل المخاوف وشكر الناس اللي اهتموا ياسر هو به رئيس حكومة فهمتني ومهتمين به فيما بعد، معناها ثم اهتمام خاص بشيش. وكانه رساله خاصه موجهه الى طرف معين. لا رساله موجهه للناس قبل الطرف هذاك تقريبا الطرف الكل. اليس لتطمين قلب تونس؟ احنا مش وعلاش التطمين هو شبيه قلب تونس منزعج من سي يوسف؟ احنا ما ناخذوش الحكومه بالكريدي سي، ما ناخذوش بالكريدي. احنا الانتخابات عطتنا حجم معين باش نحترموا الحجم هذاك، ثم مهام اخرى طرحت علينا الانتخابات. سيوسف ماشي ممكن يكون هو رئيس حكومة وعنده كتلة ب 14. قلت له كان رئيس حكومة كانت مساندته كتلة ب 86، حتى وقت اللي وقع الخلاف كتلته معناها ب 46. ماشي ممكن اليوم يكون رئيس حكومة أنا باش نسلفوا التأييد من الكتل الأخرى. من الكتل الأخرى. هذا موقف مبدئي واضح. سيوسف ماشي راجل عنده معناها شهيد وعنده مستواه العلمي وأنه في الأصل هو مواطن ومش يبقى مواطن، ثم والأهم من هذا كله هو رئيس حزب، مش تلاقي في إعادة بناء حزبه، في إعادة أيضا تقييم الشيء اللي وقع به بناء. ومعناه سي يوسف سجل رصيد، ثم بعض الناس تحب تنكر رصيد محترم، رصيد من التجربة، راكم رصيد من اللي مش فيه المستقبل، ثم أنه سنه ما عادش كما سني أنا مازال يسمح له أنه معناها يدخل للمنافسة من جديد، يدخل المنافسة من جديد، ومعناها قدام المستقبل مفتوح. علاش يرتهن المستقبل هو واحد ما عندوش كتلة كبيرة وازنة اللي تسنده ويشد رئيس، معناها تولي الغاية لسميه جديا. احنا مش نحبوا على الموقع نتاع الحكم، نحبوا فعلا أنه الحكم يكون عنده مضمون، يكون عنده معنى. وسيوسف بدد كل التخمينات سواء اللي كانت على حسنية ولا سواء اللي أقل حسنية باش ما نستعملش عبارة أخرى، وكتب وقال أنا نشكرهم ونعم غير معني لاني بمنصب لا دبلوماسي برا ولا منصب حكومي ولا بمنصب غير. واضح سيمو. يعني منجي الرحوي ما نجمش يعني لهنين فرصة مروره على البلاتون تعاملوا معه فقط منجي الرحوي عن الكتلة الديمقراطية دون أن نسألوا في غمرة هذه البورصات السياسية وأسهمها الصاعدة والهابطة. ديجا بورصة الحكومة مازال مش عارفنا باش تقر فانا مستوى الجبهة الشعبية انتهت منجي الرحوي؟ الجبهة الشعبية باعتبارها مجموعة أحزاب اللي تقابلت 2012 وخاضت الانتخابات التشريعية 2014 وعندها مسيرة وكذا، بالمكونات هذيك انتهت الجبهة الشعبية في أرضيتها وفي تصوراتها وفي عمقها التاريخي وعمقها النضالي وعمق النضالي لأحزابها لم تنتهي. معناها حامل المشروع، مشروع يتعلق ب معناها ثوابت اللي هي السيادة الوطنية، القضايا الاجتماعية، المسائل المتعلقة ببدائية الدولة، المسائل اللي طرحتها في الدستور واللي نلقاوها معناها جوانب نيرة في الدستور لم تنتهي. تنظيمياً المشروع قادم إن شاء الله باش يجي. فيه تفكير في منجموش ما نفكروش في ولادة تنظيمية جديدة. منجموش ما نفكروش في ولادة تنظيمية جديدة، وفي أنه اليوم مش ننظر للغبار، الرماد اللي معناها فوقنا ننفثوه باش نقوموا ونلعبوا دورنا كما يلزم نلعبوه، وبال بال 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 الجدوى الضروريه وبالفهم العميق للواقع توا ومتطلباته وشنية طلب منا نحنا وشنية طالبين المجالات اللي نغيروا فيها اوضاع الناس. اليوم وجودك في الكتله الديمقراطيه بناء على
التحاق كما يقولوا المصطلح الجديد هذا بتاع كتلة فنية ما فنية والتحاق فني، هل هو تبني سياسي لأرضية الكتلة ولا ضروري منجي الرحوي أمام الحاجة السياسية في أن يكون يعني كنت تنجم تخير أن تبقى مستقل مثلا عن بقية الكتل؟ علاش الاثنين معناها أنك معناها نايب من الأفضل تكون في كتلة والعمل البرلماني قائم على الكتل، يعني الوضعية الأكثر مريحة أنك تكون في كتلة، لكن تكون في كتلة اللي عندك معاها تتقاسم معاها معناها مبادئ وتقاسم معاها توجهات. معناها اليوم وقت اللي نلقى أنا في توجه الأحزاب هذية فما مسألة أساسية تتعلق باحترام السيادة الوطنية والتأكيد على السيادة الوطنية، تلقى اللي في الكتل هذية البعد الاجتماعي تتقاسم معهم في انحيازاتك الاجتماعية، واللي تلقى المسألة المتعلقة بمقاومة الفساد اللي تتقاسمها معهم، فمعناها من الطبيعي أنه يشترك يعني المسألة بتاع النجاعة في أنك تكون في كتلة مع المسألة المتعلقة بي وكبت مسار المفاوضات اللي خضته الكتلة ولو بصفات المكونات الحزبية الأساسية كالشعب والتيار يعني في المرحلة ما كنتش معناها مباشر، لكن كنا مع بعضنا معناها وتعتبر أنه الخيار كان سليم بالنسبة للاختيارات اللي مشيت فيها الحركتين التيار والشعب؟ أعتقد أنه كان سليم وكان ذكي. معناها نتذكر نحن مع الجبهة الشعبية كانوا يقولون استئصاليين وما تحبوش ما تحبوش تشاركوا ما تحبوش كذا. اليوم عندك زوز أحزاب اللي كانوا في حكومة الترويكا، معناها عندك قيادات اللي كانوا في حكومة الترويكا، سالم الأبيض ومحمد عبو كانوا في حكومة الترويكا مع النهضة شاركوا معاهم وجربوهم تخرجوا هذوما، قال لك هذوما ما نجموش يكون عندنا فيهم الثقة وما نجموش نأتمنوا لهم، واضح ورجعوا يكفروا فيهم كما كفرونا ورجعوا فهمتي الله معناها يقولوا لهم اللي ذوما معناها يحطوا العصا في العجلة كما كانوا يقولون نحن معنا، وأنه اليوم لكن فما واضح ناجي سي شرفنا على النهاية. بارك الله فيك ناجي، سي مصطفى بارك الله فيك، سي منجي الرحوي شكرا على الحضور. أعزائي المشاهدين إلى أن نلقاكم وتلقاكم زميلتي ملك بكاري في موعد آخر مع رونديفو بنوف، هذا برهام سايس كان فريق برنامجي، حياكم وقولكم إلى اللقاء.